العراق اعتقلت قوات الأمن والجيش 25 إرهابيا من تنظيم القاعدة، وتم ضبط مخبئين للأسلحة والمتفجرات. من جهة أخرى، قتل 4 عراقيين وأصيب 11 آخرون في سلسلة عمليات إرهابية ضربت مدنا عراقية عدة. في صولات جديدة للقوات المسلحة العراقية، تمكنت من اعتقال 25 إرهابيا من تنظيم القاعدة الإرهابي وضبط مخبئين للأسلحة والمتفجرات. ففي عمليات دهم استباقية، تمكنت قوة أمنية من الشرطة الاتحادية من اعتقال 4 إرهابيين واعتقال 3 في قرية أبو فشقة جنوب نينوى، وضبطت مخبئين للأسلحة والمتفجرات شمال غرب الموصل احتويا على كميات كبيرة من مادة السيفور شديدة الانفجار وأعداد من القاذفات والأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية والنوائد وصواعق تفجير وعبوات ناسفة ولاصقة. وتمكنت شرطة طوارئ ديالة وأفواج طوارئ كركوك وشرطة صلاح الدين من اعتقال 4 إرهابيين في المقدادية و11 إرهابيا في حي الأسرى و7 إرهابيين في ناحية يثرب. الحقيقة أنا أشد على أيدي قواتنا البطلة في القضاء على الإرهاب، ويجب أن تكون هنالك لهم مواقف حاسمة من أجل بناء وطن قوي عزيز، ويجب أن تكون هنالك يعني دولة مؤسسات ودولة قانون. وقتل 4 عراقيين وأصيب 11 في عدة عمليات إرهابية استهدفت بعبوات ناسفة ولاصقة دوريتين للشرطة في مدينة الموصل وسيارة عائلية في ناحية بني سعد، كما تعرض منزل أحد شيوخ قبيلة شمر في مدينة الدبوني شبان واسط لهجوم بأسلحة رشاشة أسفر عن أضرار مادية فقط. أنا لا أشجع أن يكون السلاح في يد غير الجيش. الجيش هو السلطة التنفيذية في داخل البلد، زين، ونريد من الحكومة إخلاء الأسلحة من المنازل. نادية العبيدي، التلفزيون العربي السوري، بغداد،